بيكم في برنامجنا حلو حادق، معاكم سالي فؤاد. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفتين حلوين جدا. حلوين عشان حلوين حلوين، هم عباره عن تارتين. اول تارت هيبقى تارت الكراميل بعين الجمل. مش عايزه اقول لما بروح اي عزومه او حاجه وعاملاه بيتنسف قبل ما بحطه على الترابيزه، فيعني من الحاجات ان شاء الله تعجبكم جدا. تاني وصفه وهتبقى تارت، هو الحقيقه جه معايا بالصدفه وانا مبسوطه ان الصدفه دي جت كده، لان فعلا تحولت الى وصفه جميله جدا جدا، وهي عباره عن موز بالشوكولاته البيضاء اللي مدي على توفي شويه، والموز بيفضل ابيض وجميل، بتعمل عليه بالكراميل او بصوص الشوكولاته زي ما نحب. هنبتدي النهارده. اول حاجه دلوقتي نعملها الارضيه بتاعه التارتات. احنا عارفين دايما طبعا بنستخدم للارضيه البسكوت او بنعمل احنا العجينه. البسكوت بيدي طعم دايما مميز شويه للتارت، فانا بميل اكتر ان انا اعمل التارت الحلو بالبسكوت. ليه لا؟ ما دام هو احلى، بدل ما يعني ما نخش في بروسس ان احنا نتعب نفسنا الزبده تبقى ساقعه والدقيق وترتاح في الثلاجه والقصص دي كلها، بس هنبقى نعملها اكيد عشان نتعلمها برضو. بس الطعم البسكوت بيدي كده حته كده حلوه زياده. طيب انا بميل برضو لبسكوت القمح الكامل، بحس ان طعمه احلى. مش هخلطه بزبده زي ما احنا متعودين دايما ان احنا نديله حته زبده زياده كده علشان ايه نقدر نفرشه في الارضيه. لاحظت ان لما بنعمله بميه سخنه بيبقى بيساعدني قوي وبيسيح الزبده اللي جواه وبيقلل سعرات كمان. بس برضو عشان ما نبقاش في رمضان حارمين نفسنا، ممكن اسيح شويه زبده معايا، يعني حبه دول كفايه كده. في حته كده اشيلها بس مش عارفه دي ايه، لازم نخلي بالنا دايما. وهسيحها يا دوبك حبه صغيره، دي سخنه ممكن اعملها. طيب احنا المفروض ان احنا نضربه بالشكل ده، يعني نجرب مع بعضينا نضرب كده شويه، باخده كده واروح مش عايزاه صغير قوي، بيدي شكل احلى، بيقرقش شويه في البق وبيبقى طعمه حلو. شوف كده معقول، حتى لسه كده يعني الباقي هيتضرب دلوقتي لما احط او اشيلهم، اشيل الحته دي ودي مش لازم يعني، احطهم على جنب. وهحط عليها بقى شويه الميه السخنين، شويه صغيرين جدا. احنا مره عملناها بايدينا بس انا قلت مره اعملها برضو بالخلاط قدامكم، بتروح مدفيه معايا وبتخليه عامله تاني. ودي الحاجه المهمه اللي لازم نعرفها، تبقى عامله زي رمل البحر المندي، لما امسكه يمسك يعمل شكل معايا، لكن لما افكه يفك معايا تاني. هو ده القوام الصح. ونحط شوية الزبدة، يعني حبة الكفاية مش أكتر من كده، عايزين نقلل برضو في السعرات. وأشوف بقى ملمسه إيه الأخبار. أهو حلو جدا، بصوا بقى أهو شايفين مفرفط إزاي، لكن أول ما أمسكه عامل إزاي، مسك معايا، دي مهمة جدا. طيب هحط بقى اللي انا عملته كده هنا. الميزه بقى ان هو في الخلاط طبعا بيتجانس بسهوله جدا. نعملها برضو، نعمل البيه عشان ده مش هيكفي معانا، نعمله على ايدينا. للي ما عندوش خلاط ما يتأزمش خالص، يعني كل حاجه ليها حل. انا عايزه بالمقدار اللي يكفي لي طارتين. اطلع مقاس الطارت عشان نبقى عارفين المقاس عامل ازاي. تقريبا كده ياخد له تقريبا باكو او باكو ونص لاتنين باكو، على حسب ما احنا عايزين السمكه بتاعته. طلع اول واحد خليه هنا، وتاني احط بقى شويه الميه ونقلب على طول، نقلب عشان مش عايزاه يكلكع مني.
تنقيط تنقيط كده بس، واحط بقى شويه الزبده مش كلها برضو يعني، حبه صغيرين جدا. الوصفه دي ممكن نعملها بقى لكل انواع التارتات، حتى للتشيز كيك عملناها قبل كده، اي نوع تارت حابينه نعمله بالطريقه دي. في انواع تارتات يعني ملهاش نهايه. انواع بقى التارتات اللي هي اللي اقصد الفورمات دي، اللي هي بتبقى لونها رمادي مش بتحتاج ان احنا ندهنها خالص، فعلا بتطلع بتبقى بتمنع الالتصاق، بتبقى كويسة قوي، فبتساعدني على ان انا يطلع معايا التارت على طول. اي نوع تاني نخلي بالنا، مهم جدا لازم ندهن بالزيت بفرشة، وبعدين لازم نعمل طبقة دقيق يا اما مش هتطلع معانا ابدا. كده اروح رافعة بقى، دايما ابتدي ارفع من الجنب، بتسهل معايا جدا بالشكل ده، علشان لما احتاج في النص اروح ايه احط بقى تاني، مفيش مشكله، واظبطها علشان التارت ده بيفرق معايا بقى في الشكل، مهم ان احنا نظبطه عشان ما يبقاش في حته طالعه وحته نازله. المره اللي فاتت لما عملت التشيز كيك واتفرجت بقى بعد كده على الحلقه، قلت يا ربي مش كنت هظبطها يعني، كان لازم تبقى عامله كده، واقعد اقول ممكن نبقى نعمل او ممكن نبقى نعمل، كنت عملتها وخلاص. المره دي بقى اعملها بقى عشان شكل الحاجه يبقى احلى كده، واشوف بقى محتاجه في النص احط كمان معلقه كده او اتنين، بحيث ايه نقفل كل الفجوات بالشكل ده. وهعمل واحدة كمان، حط دي على جنب ونعمل واحدة كمان عشان احنا محتاجين اتنين النهاردة. اثناء ما بعمل بقى نكمل موضوع النصايح بقى. احنا وصلنا عند او قلنا قبل كده لما نيجي نفطر ان احنا واحدة واحدة ناخد الاول تمره، وبعدين نشرب حاجه سواء لبن، مع كوبايه لبن صغيره او شويه شوربه تافيين، وبعدين نروح نصلي عشان ندي فرصه للمخ ان يبقى عنده طاقه عشان نقدر نهضم من بعد كده. قلنا ان احنا ما نكترش قوي في الاكل علشان نقدر نقوم خفاف، والهضم يبقى امثل هضم ممكن لما بيكون زي ما ديننا قال بناكل تلت طعام، تلت نسيبه للشراب وتلت للنفس. لو اتبعنا ده بجد هتفرق معايا. طيب بعد كده بقى ما كملناش، بعد كده بعد كده نسيب بقى معدتنا ترتاح، ما نبتديش بقى ناخد بعدها فاكهه. الفاكهه بجد وحشه جدا مع الاكل. ليه؟ الفاكهه ليها انزيمات خاصه بتهضمها، الانزيمات الخاصه دي بتبقى مختلفة. الفاكهة بتتهضم في خلال ما فيش يدوبك نص ساعة لساعة بكتير قوي، في حين ان بقية الاكل بيتهضم من 4 لـ6 ساعات، لو نشويات 4 ساعات، لو بروتينات بتتهضم في 6 ساعات. لو انا بقى حطيت معاهم الفاكهة هتعمل ايه؟ الفاكهة هتتهضم في نص ساعة ساعة، تبتدي تخمر بقى في المعدة وتعمل لي مشاكل. في كتير جدا جدا واخدينها انها حاجه متعودين عليها او موروثه في العيله، ان هم دايما لازم بعد الاكل يبتدوا يجيبوا طبق الفاكهه وياكلوا، وبيعانوا بعد كده من مشاكل كتيره سواء بقى في القولون او في الـ في الـ في الهضم، انتفاخات، كل ده بسبب اكل الفاكهه. طيب انا حطيت بس طبق هنا عشان كنت حاسه انها خفيفه، ما كنتش عارفه هيكفي معايا ولا لا. كده حلو جدا، انا قفلت كده وادخلها الفرن على 180 علشان عايزاها تاخد لون وتتماسك معايا، مش كتير، يا دوبك ربع ساعه تلت ساعه. هو الشكل ده كده، اوديها الفرن
واحدة هنا واحدة الناحية التانية. ثواني لسه في حتة هنا مش عايزاها ناقصة ولا حتة كده. ادخلها بقى الفرن. وننضف عشان كل الحاجات دي خلاص مش محتاجة كده. طيب اللي انا هبتدي دلوقتي اعمله لغايه ما نروح فاصل، انا بسيح الشوكولاته هنا، والحاجه الثانيه هعملها الكراميل. هبتدي احط بس سكر على النار، او ممكن نعملها دلوقتي قبل ما اروح الفاصل كده. هحط بس مجرد سكر على النار، على نار هاديه، وهبتدي اقلب على ما نروح الفاصل وترجعوا لنا تاني يكون سايح معايا. انا مش هحط اي حاجه غير السكر، واقلب لغايه ما يسيح بس كده. نروح لفاصل وترجعوا لنا تاني ان شاء الله. رجعنا تاني وانا سيحت الكراميل، هو لسه فاضل له سنه بس علشان وقت البرنامج. انا هطلع دلوقتي الترتات، المفروض خلاص اخدت يعني اخدت لها لون كده. احطها على جنب عشان تسقع. وحواريكم دلوقتي المفروض احنا بنعمل الكراميل ازاي. احنا اولا بنسيح واحده واحده السكر لغايه ما يسيح خالص. المفروض يعني الكلاكيه الصغننه دي بتروح مع التقليب. بنحط بقى عليها على اولا 300 جرام سكر، عليهم 200 ل 250 ملي كريمه. بحطهم واحده واحده. الكريمه المفروض تبقى بالظبط بالمعيار علشان لو كترت التارت هيبقى سايح مش هنعرف نقطعه. هو المفروض يبقى عامل زي الكراميل الفادج كده، متماسك شوية وليه كده يعني ليه كده ملمس معين، بس ينفع نقطعه مش نقطعه يروح سايح كله مننا كده. بالشكل ده بقلب واحدة واحدة. واروح مكملة شوية شوية. نخلي بالنا ما يبقاش حوالينا ولاد، لانه فعلا خطر جدا لما اول ما بيبتدي يعمل البقاليل الجامده دي يبقى مش كويس خالص لو حوالينا ولاد يربكونا في لحظه. نعمل حركه كده تبقى مشكله كبيره جدا. الكراميل بيلزق وما بيطلعش بسهوله، بياكل فعلا كده في الجلد، فنخلي بالنا. اول حركه الواحد بيعملها اول ما يلمس الكراميل على طول بايده الثانيه يحاول يشيل، يلزقوا الاثنين تبقى مشكله. معلش انا بقول الحاجات الجامده دي اوقات، بس يعني بابا قصدي يعني علشان نخلي بالنا. يبقى واحده واحده تفك كده. الكراميل بيحتاج بجد يعني صبر ووقت وكده. ايه واحده واحده. انا اثناء ما هسيبه بقى يفك واحده واحده كده، اخر حاجه احطها له الزبده بعدين. بس هبتدي بقى اقطع الموز. الشوكولاته برضو ساحت عشان بس نبقى مركزين تاني. الموز مع الشوكولاته البيضة، العين الجمل مع الكراميل، هما نوعين تارت زي ما قلنا. نقطع بقى الموز. يعني الحتت الغامقة طبعا هتبقى باينة السكينة اهي، فنخلي بالنا ان ما يبقاش فيها حتت غامقة. نشيلها كده على جنب ونقطعها سواء بقى بميل زي ما احنا عايزين، مش هتفرق كتير بالشكل ده. دي حلوة من جوه الحمد لله.
حلو قوي بقى لما نعملها بالشوكولاته البيضة، بتفضل لونها ابيض. يعني طلعت غامقه من الناحيه الثانيه ما شفتهاش، بس مش هيبان ان شاء الله. كده الموز فايده حلوه قوي، بحب جدا ولادي يفطروا بيه او انا افطر بيه، او عودت جوزي برضو. في بوتاسيوم ومغنيسيوم، بيدي طاقه حلوه قوي. حتى لاعبين التنس دايما في وسط ما بيبقى ماتش كده ياخدوا بريك على طول ياخدوا الموز، بيدي طاقه حلوه قوي، سريعه جدا، حلو كسناك. يعني الواحد ياخده مع الشغل، عشان انا كتير بيسالوني برضو دايما احنا ناخد ايه معانا الشغل، بيجي لنا هبوط بنبقاش يعني بنبقى تعبانين ومنقدرش ناكل بره. فانا بنصح دايما فاكهه، الموز اولهم. لو عاملين دايت نخلي بالنا ما نكترش اكتر من واحده، بس انصح بيه يعني. طيب ده كده خلاص، نحطه على جنب الطبق ده واشطه في ايدي. نشوف ايه اخبار الكراميل كده. اكمل بقى بقية الكريمة واحط معاها الزبدة، هي بتبقى نص كوباية زبدة، قلنا 300 جرام سكر. مهم بجد نجيب الميزان، بيفرق بيفرق. يعني نجيب واحد ويقعد معانا بقى العمر كله، بيفرق جدا في حاجات الدقيقة اللي بنحتاجها. وصفات كتيرة بتبقى دقيقة جدا، محتاجين بالجرام بجد بتفرق معانا. نفضل نقلب لغاية ما يدوب، انا هسيبها برضو شوية كده تفك على ما اعمل الشوكولاتة البيضة. الشوكولاتة البيضة المفروض ساحت اهي، لازم الشوكولاته البيضاء الشوكولاته عموما تتعمل على ميه حمام بخار، يبقى كده يفضل لو الحمام البخار ده ما يلمس الجزئيه اللي تحت، الشوكولاته سريعه بتتاثر بالحراره العاليه وممكن تروح مخرزه مخرزه. اول ما تخرز تبقاش بقى بالشكل ده خالص، بتتحول فجاه لحاجه جامده وخلاص كده. نقفل هنا شوية عشان عايزاها بقى تفك. طيب نعمل ايه بقى؟ نحط هنا حاجة غريبة جدا، بس هي جت معايا فعلا بالصدفة، حطيت عليها قلت انا عايزة اديها قوام مختلف. جربت احط عسل مخلوط بشوية مية، خليتها لي صوص حلو جدا. جربت احط عليها كريمة، خليتها لي برضو صوص حلو. بس لما حطيت الزبادي بقى ادتني كده صوص على طافي شويه مختلف. ف لما خلطت معاها الموز برضو بالصدفه ادتني حاجه جميله جدا. ف ان شاء الله تجربوها تعجبكم. انا بحط واحده واحده وبقلب بالشكل ده. مش كتير، مش بنحط كتير، هي يا دوبك اهو. واحنا بنقلب تبتدي تغير الملمس بتاعها، ما بتبقاش بيضه قوي خلاص، بتاخد لون تاني كده. بنحط معلقه كمان، هي بتاخد تقريبا يعني نص كيلو الزبادي. الشوكولاته البيضه بتاخد تقريبا يعني نص علبه زبادي لعلبة. شوفوا وانا بقلبها بقى بتاخد ايه شكلها، بقى عامل ازاي، تحولت الى حاجة تانية تماما. شايفين بتلمع ازاي، بقت من كانت من حاجة مخرزة شوية كده لحاجة عاملة زي التوفي، جميلة جدا. اروح بقى على طول خلطة فيها الموز. واحدة كده
يفضل طبعا الموز يبقى من غير لون اسود، بس انا فوجئت الحقيقه، ما كنتش متوقعه ان في حتت غامقه، لان الخلطه دي بقى بتحفظه جدا من انه يغمق اساسا. يعني لو الموز ابيض هيفضل ابيض وحلو جدا. انا فاكره اول ما عملت الوصفه دي الناس طلبوها مني، عملتها لما دقوها عندي، ابتدى الجيم اللي جنبي يطلبها مني، الناس ابتدوا يروحوا يتمرنوا ياكلوا منها، ابتدت بقى تطلب مني كل يومين بويتنج ليست، وناس مستنيين قد كده عايزين ياكلوا منها. بس انا كنت ما اعملهاش طارت، كنت بعملها على كيكه شوكولاته، فكانت تبقى كيكه الشوكولاته كده وعليها بقى الخلطه دي وعليها كراميل صوص. مش عايزه اقول لكم طبعا المدربين كانوا هيموتوني، لان كان كل تعبهم مع الناس على الفاضي في تمرينات الرياضه، لان كانوا يطلعوا على طول على الكيكه دي. ف بس انا في الاخر بقى قلت لهم خلاص كفايه كده، مش هقضي عمري كله اعمل الكيكه دي كده، واروح حاطه بقى الخلطه. حسنا، هي الارضيه كانت ايه رفنوها شويه، عملت كراكنج، مش مشكله، الخلطه تمسكها. شايفين نازله عامله ازاي؟ مش بسويها قوي بقى، بخليها كده ليها، مازال ليها كده حتت طالعه حتت نازله. كده مجرد تبقى كده بالشكل ده، بالشكل اللي هو الحتت الموز كده طالعه كده وبتكلم الواحد كده تعالى كلني. حط ده بقى على جنب، هسيبها برضو تبرد شويه، وبعدين هنزينها بقى بصوص الشوكولاته، شوكولاته، ونحط عليها كريم عادي، كريم سايل للخفق، وبس كده خلاص بنقلبه لغايه ما يتحول. طيب الكراميل كده خلاص، لسه في حتت كلاكيه صغيره، بس مش هينفع نستنى، نقعد نقلب. بعمل ايه بقى؟ اجيبها كده واحط العين الجمل عليه، اسيب شويه علشان اهو، عشان دول هزين بيهم الوش الواجهه. شايفين على كل واحدة كده، نزل نزل نزل. طبعا احنا بنقلب لغاية ما يبقاش فيه كلاكيع خالص في الكراميل، كله بيفك، بس عشان المخرج هيموتني خلاص مفيش وقت كده. نشيل ده بقى واروح عاملة بس شوية ايه عين جمل كده برضو على الوش. مش عايزه اقول لكم دي بجد، لما بروح فعلا عزومه ما انا بشتريش من بره خلاص، انا بعمل كل حاجه في البيت بنفسي، وبتبقى احلى من الجاهز. ويا رب ان شاء الله لما تعملوا الوصفات دي تعجبكم وتقولوا نفس الكلام وما تحتاجوش تشتروا خلاص كده. المفروض انها بتسقع، وبعد كده نطلعها من الفورمه ونقدمها. كله لسه سخن، مش هعرف اطلعه دلوقتي، بس انا عايزه اوريكم. حط اخر حاجه صوص الشوكولاته على الموز، وعايزه اختم بنصيحه. بعد ما تفطروا يا جماعه ارجوكم، وزي ما قلنا نقسم ناكل تلت المعده بس، بعد كده بقى لغايه السحور ناكل وجبات صغيره مش كتيره، وجبات صغيره جدا جدا، والفاكهه نخليها بعد وجبه الفطار بثلاث ساعات تقريبا، مش هتضرنا ساعتها، ونشرب كفاية ومش عصاير أرجوكم. يا رب الوصفات تعجبكم وتعملوها، واشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله بوصفات جديدة.